السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في النهار الثاني من تحدي الكره. عندنا ثلاث فرق كيف ما كتشوفوا معايا. الفرقه الاولى فيها عبد الله، روان، سميتك اخويا الياس ومروان، وعندنا الحبيب وايمن. فرقه الحبيب وايمن هي الفرقه اللي فافوريات اخويا رقابه، يعني عندها افضليه، لذلك قررت باش انكم نتوما تلعبوا جوج ماتشات والفرقه لا تماركيو على اقل نسبه ديال الاهداف هي تدوز معاكم. يعني الا ماركيتوا على مروان والياس بيوتها بزاف، فماركيتوا على الفرقه الثانيه بيوتها اقل، الا غدوز الفرقه ديال مروان لا تدوز، حيت ماركيتوا على اقل. صافي، الا ماركيتوا على الفرقه شويه وهاد الفرقه ماركيتوا عليها بزاف شويه يدوز. اللي هذيك اللي ماركيت عليهم بزاف هادو ماركيتش عليهم شويه هادو ما يدوز، يعني الفرقه اللي ماركيتش على الاقل هي اللي غدوز ان شاء الله. معكم واش تلعبوا الاولي؟ انتم اختاروا اللي اختاروا انتم لهوت مروان و الياس. سير اخو لعب الماتش الاول. عندنا الحكم غني على التعريف، الهندي الشهير انس خويا تحكم بلاد. مرحبا لحد اخويا اللي داها. مرحبا اخو انس وكبر بينا و مرحبا بك عندنا فلاشين. مرحبا بك ورس نوار. وعندنا هنا حكم الوقت رقيبه هو الومينات. الاخوان نعطيهم ديبار. ديبار اخويا سير لعب 4 دقائق في الماتش. بسم الله. سير ايمن. ايمن راه لاعب. اوه لعب اصاحبي تشوف تفرج فيه. حبيب والو مالو الحبيب ناس بوطو والو اكل بهربات عاب. كرة خارجة، كرة خارجة بشوية 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 خارجة خارجة بشوية. مالك اخويا كيف راه فيهم بزاف، مابقاش تلقى لها بحال هكاك، تلقى برجليك ما تلقاش بكرش خويا. ما تحشرش ليك، يلاه الدراري العب بلاتي، خليه يلعب على خاطره. باس اخويا. اوه منصور شقاش فرابي بجد قال لك اصاحبي. فرقة ايمن والحبيب صراحة الحاكر كيف ما قلت لكم. فرقة اخويا الكور اخويا هي زكيل من الاحسن تش ماركي عليهم هادو هدف اخويا ايمن والاخر ماركي عليهم بجوج بيوت ما حيتو فرقة مزيانة شوية. قناة في الكور اخويا راه هادو قانون اللعبة. لعب لعب الوقت كيدوز. هدف 1-0 يعني يعني انتوما حقاره بالرجوله. عاب اخو اللي جا. مرحبا اخويا ايمن سير بيه اللي ايمن يسدد بقوه. قناك كيس ايمن. رجعنا مع مروان خويا رقم خاسرين ب1-0 سير بالوقت كيدوز اخويا. العاب الحبيب ناعس. اوه هذا يفعل مروان. يلا مروان، مروان الوحيد اللي لعب البارح وعاود لعب اليوم. ما حنتش كيش بنادم. برجع الحبيب برجع. اعطيك كره اخويا. يلا 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 الياس لعب. شيري شيري قالك شيري. لا ما ياك لا ما بيل ا بيلانش ماشي لا ما بيلانش. علاش لعب بيلانش اخويا؟ لا بيلانش ما كاينش يدي. علاش لعب معنا لا ما بيلانش؟ لعب اخويا هو الكور. رقاصة بيدو تلقى بيدو اخويا داكشي علاش. لعب شي على الكور ماركيتي التعادل. سير مروان يا زقيل يا زقيل يا زقيل يا زقيل. سير ايمن سير 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 سير. هدف ثاني الهدف الثاني ايمن. كاين ايمن كيف بقاش مارك عليهم بزاف باش الفرقه الاخرى. ايمن لعب 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 كاين حكم. رجعنا مع الحبيب 2-0 اخويا. باقي 30 ثانيه 30 ثانيه اللي باقى. العاب ارا ايمن ما شاء الله صراحه هادو باردين شويه ولكن دومي فينال فينال يكونوا حاري ان شاء الله. سير فرقع الطوموبيل الحبيب. فرقع الطوموبيل اخويا. لعب اخويا بقى 10 ثواني اللي باقى. سحب 20 10 ثواني اللي باقى. لعب 10 ثواني اللي باقى. يلا لعب اخر طلعه مروان اخر طلعه.
اخر طلعة عفوا نفس الوقت خلي اخر طلعة سير اخر طلعة ايي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 ي
ندوزو تربحوهم دوز ولا درنا التعادل لا درتو التعادل ادوزو بجوج الله مزيانه هذا كاين عندنا امل عندهم امل نسيو كرونو مزيان زيرو ا زيرو عطيهم كره اخويا انس ياخذ كره الاخر ياك ناقصين عطيهم كره اخويا كره لعبه مروان يلا مروان كسوهم مروان خصك تكسوهم اوه عبد الله في حراسه المرمى رجعنا لعبد الله اول طلعه كانت تزقلفها ايمن كاين ايمن لعب عبد الله اخويا مروان كتفرج اخويا لعب 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 راه لاعبين لا ايمن شري بيضه ايمن شري بيضه فوالا جوج دفاعات صلبه او كره خارجه مروان دايز ان شاء الله طبعا وتعاد ونعس فيها عطاش الطوط العاب اخويا عندك ايمن ما كيعرفش تعاد ايمن كيعرف فين مارك سير 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 ايمن سير ايمن بقى كورة من اللعوبة سير الحبيب يلا الحبيب سير الحبيب اوه كورة خارجة على ايمن اللعوبة اوه هدف 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 برا 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 ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل لعب كورني لعب كورني لعب كورني صايمين اخويا برا باينة عاد يلا حبيب والو عبا مروان والو كرة خارجة مروان ماش قاس هذا ربح ان شاء الله يلا عبد الله بيه اللي اليوم ان شاء الله خصك الربح بقى ونصد الدراري يلا سير لعب نجي بقى 0-0 الحبيب ما عرفتش كيفاش النيفو طايح عندكم الحبيب هذه المره انتوما ايمن دابا راه خاصني نكون قدامك سير عبد الله سير عبد الله سير عبد الله سير الله عرفتي اللي ربحت غادوز مع السهل تخسر الفرقه اللي بغيت تلعب معاها في الدوزيام والله سير والو 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 كاين حكم اخويا كاين حكم والو والو لو قعدتوا بواحد زيرو خاسرين ادوزو كنطيحوا مع فرقه قاصحه في الماتش الجاي يعني خصكم تربحوا صحه ولا تجيبوا التعادل وتكونوا انتم الاولين دابا راكم خاسرين يعني انتم الثانيين والو عبد الله والو مروان والو خلي طيحه والو سي 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 والو والو عبد الله العب كورة العب كورة العب كورة ديال من؟ ديالهم حركة مروان لو قاش بحركة عندك الحق تخسر فرقة طاح معاها اخسر الخباز اخسر الخباز خذ اللي بغيتي راه خص شي حافز باش يلعبوا مزيان حافز هو مروان يختار الربح يختار الفرقه اللي بغا يختار يختار لا في الماتش الجاي يختار الفرقه اللي بغا يروح مع الثلاثي نري يا عبد الله نري لا كاين باع كوره كوره سريعه الحبيب مروان اش كدير مروان سير الحبيب والحبيب ماتش خاسر ماش مالو؟ ماتش قاصح هذا الشيء اللي كنبغي نقول فرجة ديالو فوالا ايشان الله يسهل او تدوي تدوي تعالوا 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 مروان سالك ماشي غفال لعب اخويا كاين حكم الله سير سير سير
مروان لعم قاتل فاصيلي مروان مشى ماركيو لا مروان مروان ياي مروان كيف شاس نضاك قط نصلك مروان شحال باقي اخويا 4-15 ثانية يعني خصنا نساليو الماتش صار الماتش الدراري تلعبوا بلانتيات جيريات لواحد باش لربحتي انت تخسر الفرقه اللي بغيت تطيح معها في الدومي فينال ربحوا هما نديرهم قرعه بعدا كاين دوز السنه دوز يا راه سير الدراري بلانتيات رجعنا مع ايمن خويا اللي ربح شفتو ما عندكم والو كي اللي ربحوا مروان بلانتيات عندكم الحق تعزلوا فرقه الخبيزه في الدومي فينال صافي يلاه سير لعب ايمن مروان انا سير اخو حكام كاين احسن حكام قدام مروان اودي تضيع فرص مروان الحبيب ما يسقلاش الحبيب سير الحبيب صافي كون هاني سير الحبيب وليا كان الحبيب عبد الله الى ماركيتي التعادل وتقول لاعبين في الاشياش زقلتي اطيحوا مع زهركم في الدومي فينال الجاي سير عبد الله ضيعت فرصة انك تعزوا معاه تلعبوا الماتش الجاي ماشي واش كنديروا قاس حياك مع الخاص حاجه جات فيكم نتوما زهركم كل ما خرج الجمهور الداري واش ابوناو ديروا لايك في الجرس وتسناو الفينال يكون قاسح ان شاء الله.